السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا. نبدأ اليوم بالجزء الثاني لهذه المفرشة الرائعة. وقبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله، نبدأ اليوم بالدور الثاني عشر. كما قلنا سابقا، في هذه الأدوار القادمة دائما سنشتغل فقط في الغرزة الخلفية ونترك الأمامية حرة كما فعلنا سابقا. والآن سنشتغل منزلقة في الغرزة الخلفية التالية، ندخل إبرة في الحلقة الخلفية وأيضا في الحلقة الموجودة هنا في الخلف أسفل الحلقة الخلفية، ومنزلقة. هكذا يكون تركنا أول عمود من بداية هذه المجموعة الأولى. والآن نرتفع بالسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الخلفية وعمود بلفة واحدة. ثم سنشتغل عمود بلفة واحدة في 18 غرزة خلفية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة. نشتغل دائما في الغرز الخلفية، ندخل إبرة هكذا في حلقتين. واحد وثمانية عشر، ومع أول عمود هنا بدأنا به الدور، سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 19 غرزة متتالية. والآن كما قلنا سابقا، سنترك دائما آخر غرزة في المجموعة، نرتفع الآن بسلسلتين كفراغ، ثم مباشرة في الفراغ التالي المكون من 3 سلاسل سنشتغل فيه 3 أعمدة بلفة واحدة. واحد وثلاثة، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وسنعود ونكرر. إلى المجموعة التي تليها سنترك أول عمود غير مشغول، وسنشتغل عمود بلفة واحدة في 19 غرزة خلفية متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة. دائما نشتغل في الغرزة الخلفية. واحد وتسعة عشر، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من 3 سلاسل ونشتغل فيه 3 أعمدة بلفة واحدة. واحد وثلاثة، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وللمجموعة التي تليها، وسنكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. عندما نصل إلى نهاية الدور، لا ننسى أن نشتغل في آخر فراغ 3 أعمدة بلفة، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ ونقفل بمنزلقة في الغرزة الخلفية لأول عمود بلفة بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثالث عشر، سنبدأ بنفس الطريقة التي بدأنا فيها الدور السابق، مباشرة منزلقة في الغرزة الخلفية للغرزة التي تليها، نرتفع بالسلسلة ثم نعود ونشتغل عمود بلفة واحدة في نفس هذه الغرزة الخلفية. هكذا يكون تركنا أول عمود في هذه المجموعة، ثم سنشتغل عمود بلفة واحدة في 16 غرزة خلفية متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة. واحد وستة عشر، ومع أول عمود من بداية هذا الدور سيكون لدينا 17 غرزة متتالية في المجموعة الأولى. ثم سنأتي إلى هذه الجزئية، هنا سنكرر بنفس الطريقة السابقة، نرتفع بسلسلتين كفراغ مباشرة إلى أول فراغ ونشتغل فيه 3 أعمدة بلفة واحدة. واحد وثلاثة، نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ مباشرة، سننتقل إلى الفراغ التالي المكون من سلسلتين وثلاثة أعمدة بلفة واحدة. واحد وثلاثة، هكذا سيكون لدينا في هذا الدور مجموعتين متتاليتين. ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وسنعود ونكرر. إلى المجموعة التي تليها نترك أول عمود غير مشغول، ثم سنشتغل عمود بلفة واحدة في 17 غرزة خلفية متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة. دائما نشتغل في الغرزة الخلفية.
واحد وسبعة عشر، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ مباشرة إلى الفراغ التالي وثلاثة أعمدة بلفة واحدة، واحد وثلاثة، نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ مباشرة إلى الفراغ الذي يليه مكون من سلسلتين وثلاثة أعمدة بلفة واحدة، واحد وثلاثة، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التي تليها، وسنعود ونكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في الغرزة الخلفية لأول عمود بلفة بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الرابع عشر، سنبدأ بنفس الطريقة السابقة، مباشرة منزلقة في الغرزة الخلفية التالية، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الخلفية وعمود بلفة واحدة، ثم سنشتغل عمود بلفة واحدة في 14 غرزة خلفية متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة. واحد وأربعة عشر، ومع أول عمود من بداية هذه المجموعة سيكون لدينا 15 غرزة متتالية، ثم سنرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى هذه الجزئية، وهنا سنكرر بنفس الطريقة والخطوات السابقة، سنشتغل في كل فراغ ثلاثة أعمدة بلفة كما فعلنا سابقا، وبين كل مجموعة ومجموعة سنفصل بينهما فراغ بمقدار سلسلتين، نكرر ثم نعود، وبعد التكرار سنحصل على ثلاث مجموعات بهذا الشكل، ثم سنعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التي تليها، وسنكرر نفس الطريقة السابقة، سنترك أول غرزة وآخر غرزة غير مشغولة، وسنشتغل فقط عمود بلفة واحدة في 15 غرزة خلفية متتالية، ثم سنعود ونكرر نفس الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور نرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في الغرزة الخلفية لأول عمود بلفة بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الخامس عشر بنفس الطريقة السابقة، مباشرة منزلقة في الغرزة الخلفية التالية، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الخلفية وعمود بلفة واحدة، ثم عمود بلفة واحدة في 12 غرزة خلفية متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة. واحد واثنى عشر، ومع أول عمود من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 13 غرزة متتالية، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى الجزئية التي تليها، هنا بنفس الطريقة سنكرر، في كل فراغ سنشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحدة كما فعلنا سابقا، وبين كل مجموعة ومجموعة سنرتفع بفراغ مقداره سلسلتين، نكرر ثم نعود. وبعد التكرار حصلنا هكذا على أربعة مجموعات متتالية، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التي تليها، وسنعود ونكرر، سنترك أول غرزة وآخر غرزة غير مشغولة، وسنشتغل عمود بلفة واحدة في 13 غرزة متتالية فقط، ثم نعود ونكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور السادس عشر، سنبدأ بنفس الطريقة، منزلقة في الغرزة الخلفية التالية، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الخلفية وعمود بلفة واحدة، ثم سنشتغل عمود بلفة واحدة في 10 غرز متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة. واحد وعشرة، ومع أول عمود من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 11 غرزة متتالية، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى الجزئية التالية، وهنا سنكرر بنفس الطريقة السابقة، سنشتغل في كل فراغ ثلاثة أعمدة بلفة، وبين كل مجموعة وأخرى فراغ مقداره سلسلتين، نكرر ثم نعود. وهكذا بعد التكرار سيكون لدينا خمس مجموعات متتالية بهذا الشكل، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ
ونعود ونكرر. إلى المجموعة التالية نترك أول غرزة وآخر غرزة غير مشغولة، وسنشتغل عمود بلفة واحدة في 11 غرزة خلفية متتالية، ثم نعود ونكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقف بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة، والآن سنبدأ بالدور السابع عشر بنفس الطريقة، منزلقة في الغرزة الخلفية التالية، نرتفع بالسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمود بلفة واحدة، ثم عمود بلفة واحدة في 8 غرز خلفية متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة، واحد وثمانية. ومع أول عمود من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 9 غرز متتالية، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى الجزئية التالية، وهنا سنكرر بنفس الطريقة، في كل فراغ سنشتغل فيه 3 أعمدة بلفة، وبين كل مجموعة ومجموعة فراغ بمقدار سلسلتين، نكرر ثم نعود. وبعد التكرار سيكون لدينا 6 مجموعات متتالية بهذه الطريقة، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التالية، وسنعود ونكرر، نترك أول غرزة وآخر غرزة غير مشغولة، وسنشتغل عمود بلفة واحدة في 9 غرز خلفية متتالية، وسنعود ونكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة، والآن سنبدأ بالدور الثامن عشر بنفس الطريقة، منزلقة في الغرزة الخلفية التالية، نرتفع بالسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة ونشتغل فيها عمود بلفة واحدة، ثم عمود بلفة واحدة في 6 غرز خلفية متتالية، وسنترك آخر غرزة غير مشغولة، واحد وستة. ومع أول عمود من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 7 غرز متتالية فقط، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى الجزئية التالية، وهنا بنفس الطريقة، في كل فراغ سنشتغل فيه 3 أعمدة بلفة واحدة، وبين كل مجموعة ومجموعة فراغ بمقدار سلسلتين، نكرر ثم نعود. وبعد التكرار سيكون لدينا 7 مجموعات متتالية بهذه الطريقة، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ والمجموعة التي تليها، وسنعود ونكرر، نترك أول غرزة وآخر غرزة غير مشغولة، وسنشتغل عمود بلفة واحدة في 7 غرز خلفية متتالية، سنكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين كفراغ ونقفل بمنزلقة في الغرزة الخلفية لأول عمود بلفة بدأنا منها هذا الدور.